يعني لازم نقولوا كلمة الحق لهذا الطاغوت، هذا الطغيان اللي تغالينا. أما بمناسبة موت هذا أتحمل كل المسؤولية، يعني أنتم ما عندكم حتى دخل في هذا. هذا المجرم هذا اللي يسمى المدعو بالعربي بالخير، هذا لازم الشعب الجزائري كله، نساء ورجال أطفال وشيوخ، يعلمون بأنه قتال، قد قتل المؤمنين والمؤمنات عندما انتخب عندما انتصرت الجبهة الإسلامية للإنقاذ. هذا القتال عنده 300,000 جزائري على 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 على, على ظهره. أنا أقول له لا يرحمك يا طاغوت. الآن يا أحد الطاغية، كليت ملايير الجزائر، ديتهم معك في القبر، نتكلم بك مع أهله، يا زوجة الجنرال، يا بنته. سيدي الكريم، نحن على اتصال مع سيد حسين، هل عندك سؤال لسيد حسين؟ قتلتونا وذبحتونا باطل، ذبحت الأمة باطل يا أحد الطواغيت. هذه عبرة ليك يا مدين، عبرة ليك يا بالخير، عبرة ليك يا نزار. أين تذهب يا طاغوت لتعلموا تموتون أو لا تموتون؟ الجزائريين ومنهم أنا قسما عظما أقسم بالله العلي العظيم، غير يعني بعد موتكم إن شاء الله سنقيم ملفات ويشرعوكم بعد الموت متاعكم، وتصبحون في الكتب، أولادنا وأحفادنا يقرؤون تاريخ الجزائر وأنتم قتلت هذا الشعب الجزائري. أنت حركي باباك. سيدي الكريم، أنت كحركة كنت قياد عند فرنسا وبوتفليقة المجاهد الكبير اللي كان يجاهد في المالي، قالك عندما كانت العائلة تاعي تجاهد في سبيل الله في الزبربر وفي بلاد القبائل، كان وخوالي خلصوا بالدم شهداء كانوا يجاهدوا، قال لك بوتفليقة كان يجاهد في المالي، كان جهاد كبير في المالي، كان قتال كبير. الله أكبر يا بوتفليقة، والله ما تحشموا. وانت يا بالخير، وانت يا نصار، دافع عند الارمي فرنساز، كنت دافع عند الجيش الفرنسي. سيدي اسماعيل، شوفوا بإذن الله تموتوا ولا تحيوا، غير تخلصوها وتبقوا مجرمين حرب، دي كريمينال دي غير، دي كريمينال كونت لومانيتي يا طواغيت. وهذا حبيت نقول كلمة للسي هارون. السي هارون، انتم الضباط الأحرار لازم تكملوا في الخارج، تكملوا المسيرة، راكم حبستوا هاد الأيامات، وصل لكم هاد الأيامات الأخرين، ماذا بكم الله يجزيكم، كملوا المسيرة. وكل يعني حتى رشاد المسؤول كيفاش يسموه الدكتور دينا مرادينا، ماذا بك يا سي مرادينا، تكمل في النضال، وانت يا علي بالحاج راك معنا في الداخل، كمل، وكل الأحرار يكملوا باش نطيحوا هذا النظام المجرم. وبارك الله فيكم. بارك الله فيك سي أبو علام، بارك الله فيكم. شكرا. سيدي حسين، أدعوك تعقب على هذا التدخل. والله يعني شيء مؤلم جدا أن تشوف أن الجزائريين تشوف شحال يعني هذا الشخص، والكثير يعني كثير من مثله، يعني لما نقول الكثير يعني تعتبر الملايين، احنا نقول أن عدد الضحايا في الجزائر في العشرية الحمراء أكثر من 300,000 ضحية. هذه الضحية يعني الضحايا اللي ماتوا، فما بالك يعني الضحايا ككل يعني عن قريب وعن بعد فيعتبر الملايين في هذه العشرية التي مضت. يعني اللي خلص في الحقيقة الثمن الغالي، وهذا الذي يجب يعني ذكره، أنه اللي مات جزائري واللي قتل جزائري، بمعنى أنه يعني لو توفى شخص من أفراد القوات المسلحة أو جزائري بسيط، فاللي خسر في نهاية الأمر هي الجزائر، لأنها في كلا الحالتين تخسر طفلين. اللي أحب أن أقوله أنه السبب في هذا، السبب في يعني في هذا القتل كله، في هذا الدمار، وفي هذا هو الناس كما العربي بالخير. فلهذا قلت لك يعني لو الشعب الجزائري، والله يعني الشعب الجزائري لا يعرف شيء مما قام به هذا الرجل، فلو يعلم حقيقة ما فعل به هذا الشخص الجزائري، يعني لا أدري ماذا يفعل، يعني لا أدري. فشخص مثل هذا يعني لا ينتظر حتى يكون عنده شيء من العدل، إلا إنسان أنه يموت ويذهب الله سبحانه وتعالى حتى يحاسبه. فمن المؤسف جدا أنك تشوف ناس تنتظر الموت حتى تتلقى شيء من العدالة. هذا شيء يعني صعب جدا، يعني كما نقول احنا هذا قمة في الحجرة، يعني حجرة ما يوجدوش عدالة فوق الأرض فينتظر عدالة في السماء.
يعني شوف ديك سبحان الله شوف ديك يعني ذاك العمق وذاك يعني الأسف وذاك الحزن اللي وصلنا له. القانون الجزائري كما هو الآن لو احترم أنا نقول ما نستحقوش الشريعة في هذا الوقت، ما نستحقوش الشريعة، لأنه لو احترم القانون الجزائري كان كل الجزائريين يعيشوا كأنه في جنة. شوف مثلا خذ مثل بسيط جدا في إنجلترا، الوزير الأول السابق توني بلير جاء به إلى المحاسبة أمام لجنة حتى تحقق معه في لماذا ذهبت بالبريطانيا إلى الحرب. شوف قمة العدالة، لأن العدالة يعني شيء يعني منعزل، لأن الناس عندها تفكير، لأن الناس عندها حرية. رئيس جمهورية سابق يؤتى به حتى يحاسب، قل لنا ماذا فعلت، قلنا علاش خذيت هذا القرار. هذا وش لازم يكون في الجزائر، لازم الناس تحترم القانون، لازم القانون يطبق على كل فرد بنفس المقياس، بنفس الصرامة وبنفس الشدة، على الجنرال كما على الجندي البسيط، على الوزير كما على المواطن البسيط. لازم المواطن البسيط كي تحقر عندما يدق على باب الوزير يفتح له يكون واجد أن يسمع له. لازم القانون محترم، لازم الجزائر يرجع الاعتبار للدولة، واعتبار الدولة لا يمكن أن يكون. نعم سيدي، نأخذ مكالمة أخرى ثم نعود إليك بفضلك. ألو، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخ جمال من أمريكا. أهلا جمال. فقط عن التدخل في هذا اللقاء، بارك الله فيكم على هالفضاء، نشكركم شكرا جزيلا إن شاء الله، ربي يوفقكم إن شاء الله في الخير للبلد هذا، الشعب المغبون والبلد المسكين المجروح. يعني فاحنا نتألم يعني من بعيد، يعني نشوف ماذا يجري في الجزائر، وفهمت والحرقة في صدورنا يعني بموت هذه الخونة وهذا المجرمين، يعني فهذا راح تدفن معهم الأسرار والمظالم والمنافات السوداء، فهذا الذي يؤلمنا يعني. فالأخ هارون يتكلم ويقول أنه المال مال الجزائريين، مال سونطراك ومال صح، ماذا استفاد الجزائري من سونطراك؟ وإحنا كلنا نعلم أن سونطراك الآن أصبحت دولة داخل دولة. سمعنا مؤخرا أن المحيط التي يحيط به سونطراك فأصبحت محمية، يعني لا يجوز أي جزائري أن يدخلها، ولو أي جزائري يعني يعمل خطوات معينة معدودات أنه يرمى عليه بالرصاص ويقتل، لأنه لا يجوز له أنه يتعدى خط معين في داخل المحمية المعروفة اللي هي أصبحت ليس للجزائريين ولا هم يحزنون، كلهم كلام فارغ. ما هو الحل يا أخي، ما هو الحل؟ والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك سي جمال. نعم سيدي حسين، سونطراك أصبحت نسيت تردي الجزائريين سيدي الكريم. شوف هو يعني لما قلت أن كل أموال الجزائريين هذا هذا هذه حقيقة ما فيهاش نقاش، ولكن الحق لما يسكت عنه، لما تسكت عنه أنت ويسكت عنه الآخر والآخر والآخر، شيء عادي جدا أن الناس تأتي وتأخذ، يعني شيء لا يحق لها أن تأخذها. فلازم الحق حق لو يدافع عنه، لازم الناس تدافع على حقوقها، لازم الناس تسأل، يعني لازم اللي يعمل في سونطراك واللي يعمل في سوناكول واللي يعمل في جهاز الدولة، يعني لازم يكون عنده الحس الوطني أنه يبلغ مثلا، أنه لو مثلا نعطيك مثل بسيط جدا، احنا نتلقى عندي يعني في موقع ضباط الأحرار نتلقاو فضائح، فالناس لازم إلى عندها يعني وثائق، إلى عندها دوسيات، أؤكد لك أن احنا سننشرها. إذا كان الجهات المعنية لا تأخذ بعين الاعتبار ما يقدمها، فنحن نأخذ بعين الاعتبار، نقدم للشعب الوثائق، نقدم للشعب البيانات. ولكن في نهاية المطاف تغيير الأمور لا يمكن أن تتم إلا بتوحيد كل المخلصين من الجزائر. خلاص يعني الحقنا اللي قلت لك أن الحقنا لوقت لا يمكن أن نتغاضى على ما يجرى في الجزائر، خلاص، لأن الحقنا إلى منطقة فيها نكون أو لا نكون. غدا يعني لو انفجر الوضع في الجزائر راح تصبح دماء لها بداية ليس لها نهاية. فالآن القائمين بالأمر، وأحمل شخصيا أحمل كل القائمين في السلطة على ذلك، وأشهد كل المشاهدين على ذلك، أن الأمور في الجزائر خطيرة جدا،
هذه من جهة. من جهة ثانية بالنسبة يعني للدوسيات اللي قال عليها الأخ يعني بالنسبة للأسرى التي تدفن، الأسرى لا تدفن لأنه فيه فيه في ملفات موجودة إلى غاية الآن في 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 أرشيفات المخابرات في أرشيفات الرئاسة الجمهورية، ومعروف الأمور التي قام بها العرب بالخير وأمثاله. ف يعني لا يكون يعني يكون مطمئن يعني الدوسيات موجودة يعني ما لا 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 لم يتم يعني دفنها في مع العرب بالخير. الشيء الوحيد الذي يمكن أن